الحديث عن الذكاء الاصطناعي ممتع، فما بالكم مشاهدينا بالحديث مع الذكاء الاصطناعي كيف بيكون؟ أعتقد كلكم سمعتوا عن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة تشات جي بي تي، وهي عبارة عن روبوت تشات يعمل كمحرك للبحث لكن مطور أكثر بتقنية ذكاء اصطناعي رائدة طبعا، وتتجاوز أي شات أو تشات بوت سبق واستخدمنا في الماضي. فهل راح ينافس محرك البحث جوجل؟ خلونا نتعرف أكثر على هذه التقنية مع ضيفنا في الاستوديو الباحث والمدون التقني الأستاذ تركي المحمودي. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ تركي. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. للأمانة أنا يعني كل يوم قاعدين نشوف تقنية جديدة، قاعدين نشوف شيء يمكن يسهل حياتنا، يمكن في مثل هالحالة ممكن مخيف في بعض الأحيان، لكن هذه التقنية الجديدة اللي احنا نحكي عنها وحكينا عنها في المقدمة واللي عملت ضجة عالمية، كلمنا عنها أكثر وإيش وظيفتها والهدف منها؟ طبعا هي الفكرة عشان نقربها للناس وللمشاهدين أكثر. احنا نعرف عمل محرك البحث، بحيث انه نكتب كلمة معينة او جملة ومحرك البحث يجيبها من مصادرها، اي ولكن ما يفهم القصد الخاص فيني بالضبط. احنا نقرب الشات بوتس او تحديدا هنا الشات جي بي تي من شركة اوبن اي بشخص يعرف معلومات كثيرة. يعني لما أجلس مع شخص وأسأله عن سؤال في التاريخ يجاوبني، أسأله عن سؤال في متى فاز المنتخب كذا في عام كذا يعطيني التاريخ، متى كانت المعركة الفلانية يعطيني التاريخ، أسأل عن معادلة رياضية يعطيني الجواب. هو عارف أنا أسأل بالضبط سؤالي ويعطيني الجواب على قد السؤال. هذا هو فكرة الشات بوت الجديد، وهو اللي أرعب شركة جوجل بحيث خلاها تنتبه أن الموضوع جدي. لما أنا أجي أبحث عن معلومة، فرق أني أحط معلومة وبعدين أشوف المصادر وقد ما تكون هذه اللي أنا أبغاها، صح. وبين برنامج يفهم أنا وش أبغى ويعطيني على قد السؤال وبالمعلومات التفصيلية. صحيح. طيب أستاذ تركي، خلينا نشوف تغريدة إيلون ماسك ونسمع تعليقك، وكتب فيها مخيف جدا، إحنا ما إحنا بعيدين عن الذكاء الاصطناعي القوي بشكل خطير، شو رأيك فيها؟ والله الكلام، إيلون ماسك هو رائد أولا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأعلن عن الشريحة اللي تنزرع في الدماغ، والشريحة هذه راح تعالج تساعد في علاج مرضى الاكتئاب والأمراض النفسية وتقلل من حالات الانتحار، بحيث أنها يتم برمجتها وتتحكم في هرمونات معينة تفرز في الدماغ، وأعلن عنها في مؤتمر يعني، وأعتقد أنه جاري تجربتها الآن. فهو يفهم ويعي خطورة تواجد مثل هذا البوت أو هذا الذكاء الاصطناعي المتطور جدا، لأنه بعد فترة قد تتحكم الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في حياة البشر. هذه يعني، وغير كذا احنا ما رح نضطر نعلم طلاب ونخرجهم، ما في داعي. أنا أسأل البوت هذا وعنده كل المعلومات. الشيء بالشيء يذكر، شركة اي بي ام تقريبا في قرابة السنتين عملت تجربة، جابت جميع القوانين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وضعتها في كمبيوتر في الروبوت بالذكاء الاصطناعي، ويعطونا أي قضية ويعطي الحكم التقريبي، صح، ومدى فرصة المتهم أنه يكون بريء أو يتم الحكم عليه. فهنا أنا وش الحاجة في للمحامين؟ فنجي على يعني بقية الوظائف، وهذا شيء خطير فعلا. إيلون ماسك تكلم أنه هذا أمر خطير. هذا الروبوت اللي تحكي عنه أستاذ تركي، احنا تناولنا هذا الموضوع يمكن في بداية الأسبوع، وفعلا راح يبدأ الآن يعني رسميا في المحاكم وحل أكثر من 150 ألف قضية. يعني مرعب قد إيش روبوت، جهاز من صنع البشر، قاعد ياخذ محل البشر. يا جماعة أنا شخصيا مرتاحة، والله أنا ما أدري عنكم بس أنا خايفة. طيب أيضا نتكلم عن إمكانية توظيف الأشخاص في مثل هذه التطبيقات أو هذا البرنامج أو ما أعرف إيش نسميه بالتحديد، خلال هذا المحرك. يعني ممكن يكون كاتب أو يكون عالم أو يكون شخص يساهم في بناء
هذا التطبيق؟ هو الفكرة لما يعني احنا نجمع معلومات في كمبيوتر هذا مختلف عن بوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، لانه يستطيع التحليل، عارف بالضبط وش السؤال الموجه، وقادر على الانتاج، فهو قادر على تأليف معزوفة، وقادر على حل معادلة، وحتى جربوا حطوا فيه أكواد لمعادلة كلغة برمجة لتصميم محدد، فأكتشف الثغرات في المعادلة. أوكي. يعني هذا أفضل حتى من البروفيسورات اللي قاعدين يدرسون. صحيح. بحكم كمية المعلومات اللي يستطيع جلبها ثم تحليلها. احنا ما نتكلم هنا انه يجمع لي معلومات مثل محرك البحث ويعطيني اياها يقول انت بالضبط. هذه النقطة اللي انا ابي اوصل لها من كلامك بدك تشرحها، لان ماني قاعدة استوعب، يعني ماني قادرة استوعب قد ايش هذا الشيء راح ممكن يأثر، يغير حياتنا. بالضبط. يعني هم الان صنعوا، يعني انا ما ودي يعني اشبه بهذه الطريقة، لكن صنعوا عقل أو دماغ، صح؟ هذا اللي أنا فهمته. صحيح. ما يجيب لك مصدر معلومة مثل جوجل. لا. أو غيره. هو قادر على التحليل، وقادر على إنشاء وإنتاج أشياء جديدة، فبالتالي إحنا نشوف الجانب الإيجابي. نعم، قد يجد حل لمشكلات موجودة صحية بيئية، وكذلك قد يعمل فوركاستنج، يعطيني تصورات للمستقبل، إذا كنا ماشيين في الاتجاه هذا إيش راح يصير وبعد كم سنة. في أشياء كثيرة يعني بيئية أو طبية إلى آخره، لكن على السبيل الآخر يجب أن نفعل شيء اسمه أنسنة التكنولوجيا. يعني يجب أن يعني ننتبه لا تسرق منا هذه المحركات وهذه الذكاء الاصطناعي وظائفنا وحياتنا. صحيح. وتتحكم فينا بالدرجة اللي راح نفقد السيطرة بعد فترة، لأنه الآن الكمبيوترات قاعدة تتطور بشكل ذكي جدا، والمعالجات والذكاء الاصطناعي بالذات، بحيث يعرف أنت إيش تبغين. يعني إحنا على سبيل المثال نشوف في اليوتيوب، وهو ترى الذكاء الاصطناعي اللي فيه مش عالي، في التيك توك أعلى. مثلا أنا متعود الصباح أسمع حاجة معينة، مثلا فيروز. صح. فأنا أجي بكرة الصباح أشغل اليوتيوب، مع أنه في الليل كنت أشوف مثلا وثائقيات. صح. فما راح يطلع لي وثائق، بيطلع لي اقتراحات فيروز. فيروز. لأنه أخذ أنه أنا الوقت هذا شغل فيروز. أسمع فيروز. صح. هذا ذكاء اصطناعي بمستوى مبسط. إحنا نشوف التيك توك كيف لما نطول في مقطع بس ثواني يجيب لي أي شيء مشابه له. صح. والمقاطع اللي أنا مررها بشكل سريع هو جالس يتجاوز المواضيع المشابهة لها. صح. فبالتالي هذا مجرد نبذة من الذكاء الاصطناعي اللي موجود واللي راح يتطور بشكل. صح. مخيف. طيب أستاذ تركي، بصراحة هل أنت تشوف الشات جي بي تي وصل إلى أقصى إمكانيات الذكاء الاصطناعي اصطناعي كأداة ثورية بكل ما تعنيه الكلمة؟ طبعا هو كأداة ثورية نعم، لكن وصل؟ لا، هو لسه في البداية، والبداية تعني أنه يتعلم، وتعني أنه يطور نفسه كذكاء اصطناعي وخلال قفزات متسارعة. يعني هذه فقط بداية، احنا يمكن بعد سنتين راح نشوف شيء أكثر رعبا من ذلك يعني. نعم. للأسف، بس أنه نتمنى أنه يتم العمل عليه بشكل إيجابي. المخيف وين؟ لا قدر الله لو جاء مثلا شخص وطلب معرفة تصنيع مثلا قنبلة أو شيء مؤذي. صح. راح يعلم استخدامه. طبعا الشركة تقول أنه الأسئلة اللي فيها ضرر للبشرية ما راح يجاوب عنها. طيب أنا شي ضمني أنه ما يتم تهكيره ويتم تسخيره في أعمال الشر. صح. فهذا من الأمور المخيفة، يعني الجانب السيء في التكنولوجيا المتطورة. نحن مخترقين يا أستاذ تركي، والله مخترقين. أنا يعني كذا دوكيومنتري وكذا كتاب وكذا مصدر لما يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي، هو فعلا لازم أن احنا نستخدمه في الطريقة الصحيحة ويكون في الأيدي الصحيحة بالأصح، عشان ما يصير شيء لا يحمد عقبة. أيضا نحكي عن المصادر، أنا بيرجع، أنا المصادر شيء جدا مهم لطلاب الجامعة، للناس. يعني هل ممكن أنه أنا أقول له إيش أهم الأخبار اليوم ويعطيني كل الأخبار وأكون متأكدة من هذه المصادر وأجي أطلع فيها بالحلقة عادي؟ طبعا هو أكيد بيعطيك مصادر ممتازة، لكن الفكرة مش هنا. الفكرة قد تكون يتم التعامل معها تعامل سيء، يعني من ناحية الغش.
أنا كطالب ليش أتعب وأروح أدرس؟ أنا أعطي السؤال يعطيني الجواب، أنا كذا انتهيت. طيب ننظر لها للعكس، طيب أنا الجامعة إيش فايدتي أخرجك إذا هذا عندي؟ أنا كمنشأة تجارية ربحية لا أنظر أني أساهم في عمل خيري، ليش أوظف لي موظفين وأنا عندي 24 ساعة يعطيني إجابات دقيقة على أي سؤال؟ مو يعطيني أنا إجابات بس ما يقدر ينجز مهام اللي ينجزونها البشر على المستوى الآن المنظور. نعم مستقبلا قد إحنا شفنا روبوتات تمشي تتحرك صح وتؤدي مهام. نعم. إذا دمجت الروبوت اللي يتحرك ويمشي ويؤدي مهام مع ذكاء اصطناعي عالي تفوق على البشر، لا يمرض، لا يتعب، لا يبغى زيادة راتب، ما يبغى ينام. بس يمكن يكون سعر بداية تكلفته عالية. ممكن، لكن احنا مثل ما نشوف يعني ممكن روبوت واحد يعادل راتب يمكن 20 موظف لمدة 5 سنين قدام. وبعد 5 سنين احنا قاعدين نشوف التكنولوجيا تتطور وترخص. ممكن يخرب. التكنولوجيا الجديدة تتطور ويقل سعرها. صح. طيب يمكن يخرب. ايش يقول الواحد؟ شيء لازم بعد الواحد ما يحط تفكيره في هذه الاشياء، ما في زي البشر. لذلك احنا نقول تفعيل الجانب الانساني انه يجب، حتى عدم السماح لي مثلا الشركات بجعل كل يجب نصيب من يعني الوظائف البشريه لديهم. استاذ تركي المحمود الباحث المدون التقني يعطيك العافيه وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الله يعافيك، شكرا لكم اتاحت هذه الفرصه. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، ما هي أبرز الخرافات الطبية المنتشرة بين الناس؟ ولماذا يجب أن تتوقف عن تصديقها؟